فاضل، اهلا وسهلا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم موريتانيا اليوم. في موريتانيا اليوم بعد تحرير المحكمه العليا لمنطقه قران في حق كاتب المقال المسيء محمد الشيخ والمخيطير. طبعا ظهرت مجموعه من الاراء، البعض يؤكد ان المخيطير طبعا سيتم اعدامه، بينما ذهب المحامي الاستاذ سيد مطر السيدي الى ان طبعا قضيه المخيطير الان اصبحت يعني اخذت منحا جديدا. نستضيف الاستاذ سيد مختار السيدي طبعا معنا الليله في هذه الحلقه من برنامج موريتانيا اليوم لايضاح رايه بخصوص هذا الموضوع. اذا نرحب بكم معنا طبعا الاستاذ سيد مختار. انتم الان انتم في طبعا يعني موضوع شائك جدا، اصبح الجميع يترقب وينتظر يبحث عن الحقيقه. ماذا يعني ما هي المفارقه التي ظهرت لكم في تحرير منطوق قرار كاتب المقال الروسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آل بيته الشرفاء الطيبين. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا أذكركم ومستمعيكم بقوله تعالى: واتل عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وتتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كفروا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. طبعا أنا سأقص قصصا، القرآن يطالبنا بقصص القصص، لكن القرآن يتكلم عن قصص قديمة تتعلق بأمم قديمة، وأنا سأقصص قصة نعيشها أحزانها، نعيش مؤامرة في كافة المعاني. وهذا هو الجواب على سؤالكم، أن ما حدث هو أن المحكمة العليا على غرار محكمة الاستئناف خالفت المألوف الصناعة القضائية، خالفت القواعد التشريعية المصادق عليها من البرلمان ومن رئيس الجمهورية، وأوحت لنا وصرحت لنا بأنها نقضت القرار. وطبعا نقض القرار يفترض أنه لمصلحتنا، ولكن إذا بها بعد تحرير القرار حكمت لصالح الطرف الآخر دون حكمت لصالحه دون أن يكون هو نفسه قد طلب ما حكمت له به. كيف ذلك؟ بعبارة أخرى، المحكمة العليا في موريتانيا، وهنا لا ضرر في أن أقدم جزءا من تاريخها باقتضاء، المحكمة العليا في موريتانيا عبارة عن مظهر خدع. طبعا الكلمة توحي بأنها فعلا محكمة عليا، ولكن العلو هنا بلغة القانون هو علو ذهني، لأنها محكمة قانون، أو لأنها كما يقول بورتاليس هي الحارس المتقدم للشرعية. لكن محكمة العليا للأسف ممارستها على الأقل ما بعد 84 تجعلني أقول وعن بينة وعن تحمل مسؤولية أنها يجب وعملها يجب أن يضاف إلى ما يسمى بالباسيف إيمانيتار، معناه أنها جزء من عذابات هذا الشعب. وطبعا لدي توثيق من خلال بحوث جامعية ومناقشة من طرف دكاترة الآن في البنك المركزي وفي بعض مؤسسات الدول المحترمة وقضاة إكفاء كانت بحوث تخرجهم حول عذابات الشعب الموريتاني سلطة وحكومة وإدارة وشعبا من خلال المحكمة العليا. سأعطي أمثلة مختصرة على هذا. مثلا المحكمة العليا لا تتردد في أن تقول في دوائرها المجمعة إنها تعترف بفئة تسمى الزوايا مقابلة مع فئة أخرى تسمى العرب، وأن الزوايا يفترض في تعاملهم الصحة، وأن آباءهم عرف عنه تحاشي الحرام، وبمفهوم المخالف ما سواهم لم يعرف عن آبائهم تحاشي الحرام. وطبعا لا وجود لمحكمة تتقيد بأي معيارية يهودية أو مسيحية أحرى شرعية أو قانونية يمكن أن تقول هذا إلا محكمة العليا للأسف وفي جميع دوائرها. هنالك اجتهاد آخر يقول إن الشخصية الاعتبارية للشركات لا وجود لها، وبالتالي إذا أتتنا هنا الخطوط الفرنسية يمكن أن نحكم على مديرها بدل أن على شخص مديرها بدل أن نحكم على الخطوط الفرنسية. معناه أن المحكمة العليا في موريتانيا لا تعترف بما يسمى بالشخصية المعنوية، وإنما كما هو معروف في قضية فكناش تعتبر أن الشخصية المعنوية مجرد كذبة، وأن المسيرون هم المسؤولون عن التزامات الشركة، وهذا معناه أن القطاع الاقتصادي بكامله يجب أن يهار طبقا لهذا الاجتهاد الذي ما زال نافذا. هنالك مثلا المحكمة العليا تقوم بالتعذيب الذي لا غبار عليه للمتهمين، ومع ذلك تقدم هذا للحكومة باعتباره نصحا لها. مثلا في قضية بيرون مقرين، حينما قررت المحكمة العليا أن السجناء المتهمين في ملف الخزينة العمومية يجب أن يحولوا إلى بيرون مقرين، هذا يعتبر تعذيبا لا غبار عليه بمفهوم القانون الدولي العام وبمفهوم الاتفاقيات الدولية، ومع ذلك المحكمة العليا قامت بهذا بنصح من المحكمة العليا. إذن المحكمة العليا بهذا الفعل
نقل السجناء من 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 واكشوط وبعضهم من الزويرات، معناها من روسو وبعضهم من من ولايات اخرى مثلا قيرو المشرقيه، نقلتهم مقطع الحجار، نقلتهم الى بيرم اوكراين بناء على اجتهاد من المحكمه العليا حكم. واذا عندنا التعذيب ولم يعد يمارس كما كان قديما في فرق الدرك او شؤون المفوضيات، وانما تمارسه المحكمه العليا بشكل رسمي من خلال احكام، وهي لا تدرك، واعرف ان هذا جهل مضاعف، هي لا تدرك ان ما اقدمت عليه يعتبر تعذيبا لا مراء عليه. واذا لا غرابه في ان تفعل ان تقدم على ما اقدمت عليه. وهو باختصار حتى وبسط للجميع، ولا مخطير ساء الى الله والى رسوله والمحكمه العليا صلى الله عليه وسلم، والمحكمة العليا أيضا بقرارها هذا أساءت إلى الله وإلى رسوله، وسأوضح ذلك. لكن هذا الاتهام هذا على مسؤولية شوف حتى أوضح، المخطير أساء فقط إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، المحكمة العليا بقرارها بهذا القرار أساءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى جميع المقدسات. وطبعا معناه أن الله مساوي من خلال الاستدلال الذي قدمته. وطبعا توضيح بخصوص يعني طبعا الاتهام الذي وجهته طبعا بهذه الإساءة طبعا. وقبل ان اوضح هذا اذكر الجميع ان القانون له لغته، اذا ما كل قانوني يفهم لغه القانون احرى غير القانوني. واذا حذاري، لان هنالك فهما قدمه بعض الزملاء للمواطن العادي، قالوا لهم اليوم الاول ان المحكمه العليا اصدرت حكما لصالحنا ضد واتهمت انها تسير في اتجاه الزندقه، وهذا كله كذب. القانونيين يعرفون ان القانون له لغته، هنالك ما يسمى بالديسكور جريديك ومختلف عن 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 اللغه العاديه، هنالك اسلوب قضائي، هنالك اسلوب تشريعي، هنالك اسلوب تعاقدي. واذا هذه الاساليب القانونيه معروفه ولها لغته. القانون في بعض الحالات لا يتكلم حتى بلغة اللسان، وإنما يتكلم بالإشارة. مثلا حينما مثلا تشوف النور الأخضر، هذه لغة قانونية، معناه أنك سيارة يجب أن تستمر. حينما ترى إذن في بعض الحالات القانون له أنماط من التعبير ليست هي المعروفة في اللغة العامة. وإذن في إطار ما أصدرته المحكمة العليا، المحكمة العليا اعتبرت للأسف الشديد، وهذه سابقة، وطبعا هي في هذا لا تطبق الشريعة الإسلامية ولا تطبق القانون، اعتبرت أن المقدسات حمايتها، أن المقدسات بكاملها أنها مسألة مثلا كسيون دو موراليتي بيبليك، أنها تتعلق بالحق العام. يبدو أن المحكمة العليا لا تعرف ما معنى دلالة الحق العام. الحق العام في لغة القانون هو أضعف الحقوق. مثلا حينما فنان يجي يعدل باند، والله شاعر يقول قصيدة، والله منتج يعدل براءة اختراع، هذه براءة الاختراع تكون في الدومين بريفي، ميدان له هو، لكن بعد 30 سنة تدخل في الحق العام، الدومين بيبليك، لم تعد محمية. بالتالي قصائد الشعراء لها 50 سنة وبراءة الاختراع لها 80 سنة 100 سنة يمكن الآن استخدامها بدون مشكلة. معناه أن الحديث عن الحق العام معناه كيف لا، معناه أنك ضعفته، ما تلف في الميدان الخاص. عبارة زاد ثانية لياكم بس أمرا مثلا كمات في تقاليدنا احنا، هذه خلت بالحياء العام. نعم. ما لا خلت به. نعم. كيف انا مثلا علي راسي فيه شيء اللي عاود حد اصغر مني يقول لي كلامي قدامي ما هو زين، هذا خلل بالحياء العام. الحياء العام، الحق العام، هذه مفردات معناها ذي اللي ما هو الحامل القانون. المحكمة العليا اعتبرت ان عرض الله يحمي الحق العام ايضا. ما يحمي الحق العام باللغة الفنية، لغة نحن القانونيين، ما لين تقول شيء في الحق العام معناها انه هو الضعيف، هو التحتاني. شوف لغة القانون ما هي لغة العامة، كيف مثلا لاسيرانس، لين تقول اسيرانس تو ريسك، تأمين على جميع المخاطر. حد اخباري في اللغة سواء الفرنسية العربية شك انه هو احسن التأمينات، قال حد يعرف القانون هو دنا التأمينات، اسيرانس تو ريسك هو رخاء. معناها كلمة القانون مرات تعطي دلالة عكس اللي تعطي في اللغة العامة. إذن الحق العام هو السقوط. أنت تعرف معنى القدح والتحقير، معناهم في اللغة وفي القانون أنك رجاج في مكان سامي، كيف الرسول عليه الصلاة والسلام جناب سامي، تنزله إلى العوام، أحرى أن تخاطبه بما تخاطبه العوام، هذا يعتبر تحقيرا. بعبارة أخرى يعتبر قدحا، لأنك لم تخاطبه ولم تعترف له بالمكان الحري بك الاعتراف له بها الاعتبارية. الاعتباري
طبعا الميدان الاعتباري طبعا لا تجدد المحكمه الميدان الاعتباري. المحكمه العليا اعتبرت ان ما يسمى الامور المتعلقه بالمقدسات، والمشكله ان المحكمه العليا كانت امامها قضيه تتعلق بالعرض الرسول عليه الصلاه والسلام، فاذا بها تتكلم عن جميع المقدسات، وهذا دأبت عليه. هذه القضية لأول مرة يعني تعرض على المحاكم في موريتانيا، قضية طبعا المس من عرض الرسول صلى الله عليه وسلم من المقدسات لأول مرة تعرض على أمام المحاكم في موريتانيا. هي إشكالية كبيرة جدا. هي غير المحكمة العليا، القاضي معروف أنه يتقيد بالموضوع بما هو أمامه، وحينما يتجاوزه يكون حكما، يكون لم يتقيد بصفته كقاضي، صار يقولوا إلي ترابيتيتا، معناها أنه خرج عن الموضوع. وبشرع الإسلام تعرفون في رسالة عمر يقول له افهم إذا أدري إليك. القاضي لا يزيل الخصومات، ومنه قاعد بالتفشي ما هو مطلوب منه، هذه كارثة. كيف مثلا هي المحكمة العليا ما عندها قضية تتعلق بعرض الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعروف أن المقدسات أشمل من عرض الرسول عليه الصلاة والسلام. المحكمة العليا جابت اجتهاد، جابت حكومة تتعلق بالمقدسات، بحيث هي تقول كل ما يمت بصلة للمقدسات لا يمكن أن يتحدث فيه، لا يمكن أن يتحدث فيه إلا 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 النيابة العامة وحدها. وهذا مخالف للقانون المسيحي ومخالف للشرع الإسلامي. لكن قبل أن ندخل إلى هذه النقطة، هنالك نقاط أخرى مهمة. كيف مثلا المحكمة ليست حرة في أن تتعامل مع الموضوع على الهواء هنالك، لكن يأسفني أن محكمتنا العليا لا تميز. لو تقدمت الامتحان في السنة الثانية قانون من خلال هذا القرار لسقطت في الامتحان، لأن محكمة عليا لا تميز بين أوجه الطعن والطعن. هذا غريب. هذا يفترض أن قاضي تحقيق سنته الثانية في الممارسة القضائية لا بد أن يعرف الفرق بين الطعن والأوجه بالطعن. بعبارة أخرى، لا بد أن يعرف الفرق بين المادة 545 من قانون الإجراءات والمادة 556. لا ينبسطها. يعني كيف تم الإخلال بهذه الإجراءات؟ هذا هو طبعا السؤال. القانون يقول للمحكمة العليا وللمحاكم كاملة، المحاكم واجب عليك تخرصي الشكل، ولين تفاي من الشكل حتى تقيسي الأصل. به اللي القانون قائم على تمييز من عهد الرومان بين الشكل والأصل. القانون فيه القانون الداخلي والدولي، يقال أقدم من هذا التمييز القانون الشكلي والقانون الجوهري. المحكمة العليا فارض عليها، شوف شو تقول المادة. هذا هو اللي نقول علم قد يعود واحدين يواجع ما هم متمين به. قال بعد الله يقول لهم نقطة 556 من قانون الإجراءات الجنائية، تقول تبتل المحكمة العليا قبل الفصل في الأصلي، أما إذا كان الطعن قد قدم بصفة صحيحة، وإذا رأت أن الشروط القانونية الشكلية لم تتم تصدر حسب الأحوال قرارا بعدم القبول أو بسقوط الحق. معناها المحكمة العليا لين جيار ملف، أول شيء تخرصوا الشكل، لين يعود الشكل سليم حدد قيس الأصل، لين يعود الشكل ما هو سليم تقضي بعدم القبول. وراه هو في القانون فين فرق بين عدم القبول والرفض؟ نعم. فين فرق بين الشكل وبين الجوهر؟ المحكمة العليا لما تقيدت به لا قالت وتقرت المحكمة نقضى القرار رقم كذا، وهذا ما قط قالت محكمة دنيا في تاريخ القانون في العائلة اللي احنا فيها، فلا حرة تعود المحكمة العليا مع محكمتنا احنا وحدة. وذا هو اللي كنا شايفين لمحكمة السناف قالت هي في دلل اللي انت مالك تصة تعلل هذا عللته باش قالت ان خالق مادين قال 545 تقول ان المحكمة العليا انها تثير من تلقاء انفسها. يقال ما هي فاهمية ان المحكمة العليا تثير من تلقاء انفسها، ذا قال له اوجه الطعن. خالق شين قال له ليكا ديكاساسيون، هذه المحكمة العليا تثيرهم تلقائيا. يقال لك هي لما يجيها طعن القاضي ما يثير الحلول من النزاعات من نفسه. بعبارة زاد ثانية، في القرن السابع الميلادي مشى عمر بن الخطاب رسالة رضي الله عنه إلى أميره الأشعري، يقول له فيها ففهم إذا أدري إليك. شنو فهمه من ذا؟ أنك يا القاضي لما تجيك النزاعات لا تتكلم. قال له مولي في الشريعة الإسلامية آسي بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع الشريف في حيفك ولا يئس ضعيف من عدلك، البينة على المدعي واليمين على من قال. ما معناه شو؟ لأنك يا القاضي لا بد تعود حيادي، تسمع ذا خرص ولا تقدر تدخل. هذا فخرنا احنا المسلمين سابق الانصار اللي عادوا انصار بحضارتهم. ايش يقولوا على اللجيج ناتر معناه انه ان بوبا اتر بارتي اجيج،
لأنه ما يقدر يعود يثير الخصومات. وبرسون نبد بار بروكيرير، هذا مبدأ من بعد القانون الفرنسي يقول ما خالق متقاضي عنده بروكيرير، بعبارة ثانية ما خالق متقاضي عنده قاضي، قرر يدود عنده محامي، يقرر القاضي ميزان، وهذا هو الميزان القسطاس اللي تكلم عنه القرآن، وزينوا بالقسطاس المستقيم. معناها أنك الشريع القاضي حيادي، يقرر قاضي هم يعود قاضي ويعود محامي، هذا ما قطع عدله ما قضاء المحكمة العليا وعدلته في القضية بهاش. أنت لين ذي القضايا تعود قاع هي شوف هي قالت إن الطعون كاملة ما هي مقبولة شكلها، معناها أنك أنت ميالا قاعد تقولي عدم القبول شكلها نتو عدم القبول، يعني هذا معناها عن يعني ما صدر في الحكم يعني قبول هذا الطعن اللي قد تقدم به المحامي، يعني هو شكلي يعني لم ما هو شكلي له أي قيمة في هي الموضوع. هي شوف هي خلات شغلة القضاء وعادت هي البرلمان، شفت اللي قال له العمل القضائي الحكم، الفرق بين هو القاعدة القانونية الحكم نسبي به اللي يبت في نزاع بين اثنين، يقرر القاعدة القانونية عام ومجرد تكلم عن الناس كامل، حكم المحكمة العليا في القضية حكم مو أوبجكتيف ما هو صالح حد. بعبارة زاد ثانية بالنسبة له احنا كطرف مدني ما هو حاكم صالح، احنا به اللي قاع مو معترف قاع بالطرفية المدنية، والنيابة العامة اللي قالها هي اللي تقدر تمارسها ما هي طالبة هي لنفسها، ما هي طالبة بشيء وما قدي فرصية وفات تنازلت عن القضية. الطرف الثاني ما طعن عاد الحكم شنو عادة المحكمة العليا ما شيء تتفورصته تطرح قواعد تشريعية وقواعد مجردة. يا أخي هو طعن فاش، يعني هو ما أصدر الحكم اللي أصدر هو ما طعن في أي حكم، يعني بالنسبة للطرف الثاني الطرف الثاني اللي هو الدفاع أطعن بعد يقرر طعن ورفضته هي أصلا شكل قبلته من خلال طعن فاطمة تنباي الأستاذة قال رفضته أصلا. الطعون الثانية هي قاع بالنسبة لها الشكل والأصل هذا ما هو قاع مو مهم، إذا مو مهم بعبارة ثانية عادل عندنا الحكم اللي عندنا نوع من الأحكام يقولوا لهم علماء القانون يقولوا لهم أنجيجما بلاتونية، مثلا هذا حكم فلاطوني طوباوي مثلا هو ما يضرنا احنا ولا يضر الطرف الثاني، هو حكمه وعلاش هو يفلاته يعني هو لا يضر ما يضر ولا ينفع ينفع يضر، هو فيه نفع في اجتهاده هي قال نفع ما هو مشروع به الطريقة اللي جاب بها حرش به المحكمة العليا قالت انها رافضة طعن والمخيطير من خلال رفضها الطعن فاطمة تنباي اصلا صايب قبيل عن الشدر اخبار تقول ان الزندقة ما هي خالقة، هي قالت ان الزندقة ما هي خالقة انه هو ما هو زنديق، وقالت قاست الفقه الإسلامي قاست منه اجتهاد ذاك اللي كان يقول المهدي اللي يقول على ان هذه الناس اللي في ساحة ابن عباس نصرة الرسول على انها مخالفة للسنة به اللي الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقتلوا أصحابه، وكان بعبارة أخرى ولهم خطر حاشة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، واعتبرت معنى الله كارثة ثانية قاع طمذة كامل على ان ذي قالوا الاجتهاد ذي اللي قالوا الكفر والزندقة ما بينهم قاع فرق. إذن يقرر هذا قالته بشكل ما يقدر يقوله ما المحكمة العليا في موريتانيا به اللي انتي قلتين الطعن مرفوض أصلا طعن فاطمة تنباي بي صيفة وبي موجبة تتحولي أتي أفوكا تعرفي أنصار يقولوا ما أنت ما تقدر تعود أوفور يوموله والله قاعد أنت ما تقدر تعود جيجي بارتي والشريعة تقولها أرجع ما يقدر يعود قاضي ما يقدر يعود فيك الخصام وأنت الخصم والحكم ولا ما يصح. المحكمة العليا قالت إنها رافض ولا مخيطير رافضته اصلا طعن والمخيطير رافضته اصلا يقرم على ملي دخلت تبارك تتفورص وتقول راهي الزندقه ما هي خالقه بلي وين عدل ما هو زندقه وتبارك تتفورص في الوقت اللي ما هو مطلوب منها، معناها ان هي همها تطرح قواعد فقهيه قواعد قانونيه عامه ومجرد تتعلق بالمقدسات وهذه شغله البرلمان. عدلت هي اللي ينقال له بلغه القانون ينقال له لامبيتما معناها انها اغتصبت سلطات البرلمان، وهذا هو اللي كانوا صار من الفوثوني ميوش يقولون لين يعدلوا قاضي انه من يالله يعدلوا له مسلتين واحدة حكم اللي معدل ينقال له من يالله يعدل ضده طعن بتجاوز السلطة ركور بريكسيت بوفوار، ومن يالله القادم اللي يعدل هذا من يالله يؤدب به اللي احنا لين يتدخل الوزير فيفصل خصومة بين اثنين وفي قضية قدام القضاء والله والي والله حاكم يدخل الحبس، نفس الشيء أمولي لين يتدخل قاضي في أعمال السلطة التشريعية يعد مرتكب جريمة ينقالها جريمة تعدي الشيء العمومي، وهذا راه هو نص عليه المواد من 176 إلى 189 من قانون العقوبات. معناها أن المحكمة العليا هون بدل من تبت في قضية ارتكبت جريمة ما عليها تدريدات أخلت بدلين قال له مبدأ فصل السلطات وقامت هي تشرع وتوتض يقال ما هي أول مرة تعدلها. شوف عام 2005 والله 2003 الانقلاب
اللي عدلوا ضباط صالح محمد عبد الرحمن والميني محمد الشيخ نبيك الجماعة، قعدت المحكمة العليا وطرحت قواعد قانونية عامة ومجردة، قالت أعلن العسكريين اللي يعودوا المحكمة أصواتهم تداولية، وقالت طرحت قواعد عامة ومجردة. هذا بناء علاش؟ وهذا راهو هي ما عندها نزاع قدامها، معناها على ان المحكمه العليا وذا من المدارس يعرفوا الطلاب خريجين الجامعه اللي نقول لهم، وقلت هون قدام اكثر من مره المحكمه العليا موريتانيا تقعد لا هن بس من لا يطبق القانون، تحوز على القانون وتخصر وتعدل شغله البرلمان. وهذا هو اللي خلق في قضيه ولا بخيطر به اللي حليل القانوني في المغرب العربي، والله في فرنسا، والله في العائله القانونيه اللي قالها سيفيلا واللي احنا جزء منها، يقد يقول انه قط في تاريخه المهني شاف حكم فيه المحكمه رافضه طعن رقاش ومعاده تقول له تدخل في الاصل، والله قط شاف حكم صادر عن محكمه عليا متجاوزه فيه الشكل في الماده الجنائيه. عباره ثانيه اللي يقول البرلمان على الواجب على المحكمه العليا تخرص الشكل سابق تقيس الاصل. البرلمان هو اللي الماده 4 من الدستور تقول القانون هو التعبير الاعلى عن اراده الشعب ويجب ان يخضع له الجميع من الرئيس للحكومه للبرلمان، بينما محكمتنا العليا ياك ما ينقابلت واللي معول عليه شنو؟ معول على السرية. دائما نقولوا شيء ما ينتشر لا يخلق فيه الكوارث، حق لا يتكلم زيد محامي مظلوم والله زيد والله عمر دار لا يتسكت الناس به اللي هذا وعدل اللي دارك سنتين في قضية هون معروفين، قال قضية مريم بنت محمد وذا هي انقلعت منها مرصتها ولين جات الرواية للدوائر المجمعة. ايش قالت الدوائر المجمعة؟ هي الدوائر المجمعة ما تعرف الفرق بين التعويض والمعاوضة، وإذا هي الدوائر المجمعة في حكم شو تقول؟ تقول على النيابة العامة ما ضروري قاع في الدعوة العمومية تنكر طلبات، معناها على المحكمة العليا هي أصلا لسان لسان القانون، وهي المحكمة اللي إخبارية في القانون. غير بالنسبة للمحاكم احنا اعطينا ندخل في قضية طبعا ولم خطير، يعني أنتم قلتم بأن ولم خطير الآن أصبح في طبعا مرحلة الحبس التحكمي وأنه يمكن أن يطلق سراحه في أي وقت. راهم فهم واحدين يكذبوا على الناس يغلطوهم يقولوا لهم ان ما فهم حكم بالبراءة. هي المحكمة برأت ولا مخيطير مناش من الزندقة، وهذا هو بهذا المعنى هي حكمت بتبرئته، وما قاعد تبرئته من الكفر هو نفسه ما يدورها ما يدور يبرأ من الكفر باللي هو قال انه تايب. التوبة ذي قالوا للبانتير إلى حد ما يعرف الشريعة للبانتير معناه انك تبرئ كوبابل، معناه انك انت معترف بانك رجلي ما ارتكبته يقدر تقول اسمحوا لي. واذا هو برا اعترف هو على نفسه بالكفر اللي هو جريمه الكفر، اذا ما قد حد يحوز عنه يقدر جريمه الزندقه اللي كنا احنا نطالبوا له بها والسب براتهم المحكمه، ومنها على هذا الاساس هو برا. الان بقاؤه في الحبس هو فاتان، حد خايف من مولانا والله يعرف على ان الكذب انه ما هو ما هو ما هو كبير انه باطل كبير، هو فاتان في عند وفات احتجب القرآن قدام المحكمة، وجاته واحدة من الفقهاء والعلماء وقال قدام وعطاه وكيل جمهورية الماضي القرآن وقبله يقرأ ويقول له عطاه المصحف، يقول له عاد الوكيل ما يعرف انه تام ما يعود وانه مات الكافر ما يعطاه المصحف. وفي المحكمة قال انه مثلا احتجب الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، هو يواجه أخبر بقدم المحامين في القرآن. هذا هو النفس معناه انه تاب. شو يقول القانون اللي نعود القضيه لها الكفر والتوب؟ يقول انه الفوقاني اقصى شيء قد يعدل له سنتين، معناه انه حبس ورك هو من الناحيه القانونيه حبس تحكمي، معناها حبس خارج الاطر القانونيه به اللي القانون. التالي يقول المحكمه العليا، المحكمه العليا هو قالت انه الزنديق ما اخبره من شيء، الزندقه قاع ما هي خالقه، والسب قاست اجتهاد راهي قاست اجتهاد الشيخ ابو الخطور، وانا بعد حاشة شيخ ابو الخطور ما بي اللي ذا اللي قريت انا كاتبه عنه مشتز قال هي باقيه فيه جانب اجتماعي مهم عندها بالمحكمه العليا مهم عندها، بينما الشيخ ابو الخطور اللي نشهد له به ورانا علاقتنا به ما هي دم، قال علاقه بالحميه لله واجلال له هو كمن بي عن الله، على انه في الحرم المكي على انه من صلاه المقرب لصلاه العشاء يبكي دموع ما هو قد يقول كلمتين عند من يذكر آية واحدة من القرآن، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسن. غير واضح لي أن المحكمة اجتزأت حكمه وتوفده هو اللي قام اليوم محامي هو ناشر على صفحته على أن الفقه الموريتاني فقه بدوي والفقه المدني هو الفقه المتحضر، وتوه ويعيب الهك اللي هم آل البيت وهل القرآن. إذن المحكمة العليا
ما حد قاعد تتورص في الشريعة أو في الفقه، وأنا واضح لي هو شيء. شوف هذا افتبيه الشيخ محمد بن سيدي يحيى، وافتبيه الشيخ محمد الحسن ولد الددو، وافتبيه العلامة أبا أبو عبد الله، وافتبيه المفتي هذا أبو الحبيب الرحمن. ما أنا بعد ماني حاسب عالم ثاني، اللهم العادوا هم يختاروا يقولوا لا تحت، وما اللي ثانيين هي المشرق لأنفسهم والخليج بالنسبة لهم الفقه والشريعة، يقولوا هذا اللي يجي من موريتانيا بيقول يقول له موعية العلم. قولنا أنه هو اليوم على أن احنا فقهنا فقه بدوي، وأنه ما يوصلنا تروى على أنه فقه ما هو متسامح، والفقه المتمدن لا فقه الخليج، الخليج أنفسهم ماذا هو اللي يقول به للشيخ أبلين جاهم وجلوه، وهو اللي عدل لهم تعليمهم العالم جامعاتهم وللتلاميذ واسكيف ذاك الشناقطة كاملين. إذن الحقيقة المحكمة العليا لا هي طبقت قواعد الشرع الإسلامي المطاع، ولا هي طبقت يعني القانون، هي حولت القضية الشرع المحكمة بتشكيل محكمة الاستئناف بتشكيل مغاير. يعني هي ذاك طبعا الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا، أعتقد يعني في قرارها تحويل القضية إلى محكمة استئناف بتشكيل مغايرة، يعني الحكم أو عفوا التهمة ذاك تكييفها بالنسبة هل تعتقد أنها ستكيف على أنها تهمة ردة يعني محكمة الاستئناف هل هي ملزمة بأن يعني تحاكم ولي بخيطر بتهمة الردة وتترك الزندقة؟ شوف هي 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 ذا اللي عدلت من ناحية النظرية، معناها أن الملف قيس المحكمة الاستئناف، محكمة الاستئناف عندها خيارين، إما تأكد توجيهاته هي تقول علن إذا ما فهم زندقة وفهم لا ردة وتوفوا مشكوك قاع فيها ما تلفهم قاع طريقة من طرق الطعن القضية وفات، إما تابع عن هل تقول إن ولي مخيطير زنديق وعلى نساب للرسول عليه الصلاة والسلام، في هذه الحالة يعود محامين هم اللي قدوا يطعنوا. أما بالنسبة للطرف المدني فهم قاع قول بأنه تلي قد يطعن، هذا بالنسبة لي. وبالنسبة للنيابة نفس الشيء، بالنيابة فات تنازلت وقالت إنه ما يطعن وأكدتها بلسانها هم اللي بالحرف. إذن هذا هو السيناريو اللي باقي المحكمة العليا، باقي وتو تبرع ولا مخيطير بالطريقة. يقير قد حد يطرح سؤال هو شوف راوي الحكم في الحقيقة يطرح صعوبات باليوم، هو حكم الحكم تنقال عمل قضائي فاصل في خصوم بالإنصار، يقولوا لوبجي دو لا فونكسيون جريديكسيونال دير لي دووا اترانشي ليتيج، هي ما ترانشاتان ليتيج، هي واحدة هي في تيوري قانون شمن التنظير في الشرع الإسلامي والقانون تطرحه، ما به اللي الخصمين خلاتهم عنها تحرت منه. وإذا هو ما هو حكم بالمعنى القضائي للكلمة. الناس طبعا لا هي مشاعرها وتبارك تزور من قالها ذوري على النظام، لا بالعكس احنا هذو في دولة محترمينها ونتمنى لها كل الخير، ولا نخرج على السلطان تحت أي ظرف، ولا نعدل نصرات ما هي مشرعة، ونختير موريتاني لا الازدهار والكل شيء. يقير في نفس الوقت اللي نقوله هذا نقوله على ذاك اللي موفر القانون أننا نقبضوه ما نخلو بهم بالقال للرأ، وذا اللي مخلي معدلين قوانين النصارى قطعا أكثر حماية العرض نبينا صلى الله عليه وسلم من اجتهاد المحكمة العليا. وعلى هذا الأساس عندنا طريق ذم طريقين. شوف خالق طعن عدلت وانا كطرف مدني وغيبت عن طريق محكمة الاستئناف، غيبتني هي النيابة العامة والحكومة والمؤامرة كاملة، إلين علمت عدل الطعن بالمعارضة قدام محكمة الاستئناف وقبلت له محامي، وذاك الطعن بالمعارضة جاب المحكمة العليا وعنده مذكرة به يقال ما بيتسل فيها حرف، لا هي تقول تعترف بيانه كشخص موريتاني وقفت قدامها يعلم الله اني وقفت واني رافعت هذا الحق ما يعترف لي به، ولا يعترف افضل لمحامي ثاني اقدم مني انا المختار واللي لي محامي اقدم مني انا عود بعشرين سنه طال الله عمره وقف ورافع وتمي رافع لين الين الين حتى جاء باطل القنا ما خلق شيء ما عدله المحكمه العليا ما بيتذكر اسمه. وقف عبد الله وللرقاد عقب ذاك قاضي متقاعد وفقيه ورجل معروف يمثل الاتحاد العلماء والائمه نصره نبي الامه، محكمة ما بيتذكر يتذكر لا محامي عد مثلا هم اللي لا مستعد للتذكر، حتى بالنسبة للأستاذ محمد والموين اللي معروف انه هو المحامي اللي حول قاع المرافعة عن ولم خطير لقاع الكتابة أدبية وتبجح به اشهر سابق المحكمة العليا، المحكمة العليا ما بيتذكر يتذكر لا فاطمة تنبال. وطبعا احنا فاهمين خلفيات قلة ذكر الأستاذ محمد والموين به لنوع من الدفاع عنه الضمني، به اللي الحكم نفسه كان عبارة عن تكرار الاستدلال محمد واللموين في الجانب الشرعي واستدلال مولي على كل حال استدلال قانوني مثلا
هذا هو الحقيقة. اليوم على نختار نعلق للقانون الإيراني هو في الوقت اللي نتكلم يا الخلطة أنا ذا إلى عادة نكذب يا أخوتي، لا تخلوا شيباني من محامين دخلوني الحبس يا أخوتي، أراه هو خارج الله الحق والله الكذب. يا الرئيس ويا الحكومة ويا القانون، وزارة العدل فيك عندك وزير محامي أصلا أنا نشهد له بالكفاءة، إذا نعود أنا اللي نقول يقعد معي يقول لي قلت معه حق، أراه ويركم هو الرئيس يناظر ويناقش، إيش بيك أنت يا الوزير يا رئيس المحكمة العليا أنت تناقش اقعدوا ناقش يا القضاة والمحامين نسي معناها هذا اللي نقول أنا إلى عاد معه حق. أخوتي الشفافية الدور هالدول وتشكر بها، وموريتانيا اللي عاد قضاءها شفافة لا تقدم في سلم الشفافية، لا الشفافية ميالا تخلق لذا كم شوف لا يصورك هون ذا اللي وحلت فيه المحكمة العليا أخسر منفو معر لا يقدم لك ذا اللي قالت هي قولها على أن احنا ما لنا طرف مدني، هذا عجزوا عنه النصارى وقطعا عجزوا عنه المسلمين، ولا يوضح لك شوف عند النصارى. وراني هون يؤسفني على أن الدولة اللي هي اللي جهة رسمية تجبر وزارة المالية في ملفات الفساد عندها محامين، وهذا معناها في القانون على أنها هي وزارة المالية والدولة مات للقضاء الموريتاني معترف له بالصفة الرسمية، بلي حد معترف له بالصفة الرسمية ما يندار في مركز طرف مدني، ما يندار بارتي سيفيل، هذا ممارسة قضاء يعدل هي واجعة وتجبر محامي انه يقول لك انا محامي وزارة المالية والنيابة تكلم القضاء في الوقت اللي هذا نفي للرسمية عن وزارة المالية وعن الدولة، والدولة هي مثال الرسمية في الوقت اللي اذا القضاء ما فهمه في الحقيقة صايب عن يتبارك ينظر في مفاهيم، وهذا قلته سابق ذا قلته، وعندما نذكر اشخاص ذلك قالوا القانون والقضاء فيه علمي قالوا علم التجريح رجال القضاء، معناها ان لين تبارك نقول زيد والله عمر تكوين وكذا والله ما يعرف كذا، هذا ما هو شوي دوله الخاسر، الخاسر اللي تقول قصير والله وجهه كذا والله هذا هو الخاسر، قاعدين تقول فلان الفرنسيه ما يعرفه واذا ما صدره خارج اللام الفرنسي معناه انه هو ما يتحى لي، ولهذا مفهوم الطرف المدني في القانون تكد ان حد يعرف اللغه العربيه ما يقدر يقول حقيقته ما يقدر يفهم. ولا نعطيك مثال على شوف قولتهم هما اعلن ذي قالوا المقدسات اللي قاع ما هم مسؤولين عنها انه ما يقدر يشد اخبارها ما هي النيابه العامه، هذا هو اللي يقولون صار الكونسبسيون اوتوريتار ويقولوا له اومنيبوتانس دي مينستير بوبليك. من 1888 قالوا نصارى اللي هام المحكمه العليا تحامرهم اعلنهم ذي قالوا الطرف المدني ما في الدعوه العموميه ان الطرف المدني لا بده يوسع قدامه ويعود قد يحركها ولا قد ينقال يتحركها لا النيابه. والغريب على أن سبب ذا الاجتهاد القضائي اللي معروفة في قضية قالها باتي ولاية فرنسا واحدين محتمين للدين المسيحي خارجين بروتستانت قامت بيرفكتير وقفلت مدارس كانوا يقروا فيه قاموا طعنوا اللي جات الرواية للمحكمة قالت المحكمة اعلنوا هم هذو كانوا متدينين عندهم الحق بروتستانت عندهم الحق يرفعوا الدعوة ولا تقدر يقول لهم القضاء هذا النوع من قضايا الدين تتكلم فيها لا النيابة لا عندهم هاي نفس قضيتنا نفس اللي ضرك هام المحكمة العليا تحرم منه الناس تدافع عن عرض الرسول عليه الصلاة والسلام إن فرنسا المسيحية سمحت به 1808 وهي راه هو قرار معروف كور دا بيل دو باتي وراعي لقران زرين عدوا باقي الناس نقرأ لهم شي يقول فيه يقول فيه هذا شوف هذا الجراند زاري دي لا بروسيدير بينال اللي نجي للصفحه من 83 يقول لك على الخالقين هذا قرار قالوا بلاسي يقول لك ليجيس ديستريكسيون سيزي بار ان بلانت افيك كونستيتيون ريغولير دو بارتي سيفيل ا لي دوفوار دي فورمي سي لا بلانت، معناها قاضي التحقيق والله محكمه جاها طرف مدني مدعي ضرر ادبي واجب عليها تحرك القضيه، وهذا راه هو مناسبه القضيه كيف قلت لك واحدين بروتستانت بينما في هذه القضيه قضيه تتعلق بعرض الرسول عليه الصلاه والسلام، واذا هم خالفوا القانون الفرنسي اللي معترف للطرف المدني بحق تحريك الدعوه العموميه منذ 1888 وهذا راعيه احسن واخر اللي تصدر الجامعات الفرنسيه هذا لي كامبيس يونيفرسيتير هاو لي غران زاري دي لا بروسيدير بينال هاي الطبعه الخامسه هذا نشر دالوز وهذا برادل ما خالق حد يقعد يهمه يعرف القانون هذا برادل هذا اللي هو سحنه بالنسبه للفقه الاسلامي والله هو خالي حد ما يعرف برادل في القانون الخاص ما هو مستهدي. لا نعطيك روايه ثانيه عقب لكم اللي قاعد المحكمة ما أن لا تعدات وحده المحكمة خالفت قواعد وصادق عليها البرلمان الموريتاني
صادق معترف بالمواد 79 و 76 من قانون الإجراءات الجنائية بأن أنا كمواطن عادي عندي الحق نحرك الدعوة العمومية. عند ذن اللي قالوا لي حال المباشر أنا ذرك عندي قضية باسم اللصاص قدام مباشرة الرئيس محمد فارو اللصقة ما مريت بوكيل الجمهورية ولا قاضي التحقيق به اللي القضية جنحة وعندنا الحق نحرك الدعوة العمومية كأطراف مدنية. بل من نصا عادة المحكمة العليا أفساءت للمقدسات من خلال القرار أعلنها سامحة للشخص إلين يجرح والله تنقال له كلمة ما يهمك كيف أنت قصير والله أنت بصلجك سامحة له بأعلنه يعود طرف مدني يقر إلين ينسم الرسول صلى الله عليه وسلم والله الله ما هي سامحة له بذاك معناه أن مركز المقدسات أساءت عليه وجرائم القانون العام علاته وهذا عجز عنه نصارى اللي رافعين عنوان الكفر واللي بالنسبة لهم نعوذ بالله الله مجرد فكرة ومع ذلك عجزوا عن هذا قضاءهم ذا هو يقول على أن الطرف المدني معترف به للبروتستانت يقفل مدارس ومنهم يتموا فتحه من باب أحرى على أن المسيح ما, 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 ما يشهر به ولا يقدح فيه علنا. عندك عقب ذات لا يتجبر ذي ينقال له مبدأ كبير في قانون الإجراءات ينقال له لا بلين كومبيتانس معناها أن القاضي الجزائي عنده كافة الاختصاصات إلين تقول أنت يا المحكمة العليا على أنه ذلك قالوا المقدسات ما تأتي من اختصاصه رأنك خالفتي مبدأ من أقدس مبادئ قانون الإجراءات الجنائية قال هذه المحكمة العليا هي ما تقيت عود تعرف أولا عود القضاة اللي مصدرين ذا والمحكمة العليا الوقت لها وحده ما قيشار ما قط قرار ولا براد والوحي ما ترى خالك الولاية ما يخالك وإذا ما هو ميدان حجاب عندك عقب ذلك ذلك قالوا فكرة ذلك عادة المحكمة العليا بقفيلها للطريق تحريك الدعوة العمومية يكون من خلال النيابة العامة دعوة النكول عن أداء العدالة معناها أن تدعي القضاة تحت تقول لهم يا الخطة لا تيتوا أي مواطن جاكم لا تقبلوا تحركوا الدعوة العمومية يكون تعود محركها النيابة العامة وهذا من مدال صار تنبهوا له وقالوا على أن هذه الرؤية أنها سلطوية شو يقولوا يقول لك الفو غرانتير لي دروا دي سيتوايا كونتر لرفي دي بورسويفر qui pourrait dans certains cas constituer un véritable déni de justice. عبارة زادة وهذا راهو 1800 وشي في قرار باتي. ينقال يا النيابة العامة يا القضاة راكم منين تعودوا تقولوا الدعوة العمومية تحركها لا النيابة العامة راكم شجعتوا النكول عن أداء العدالة حرمتوا المواطنين من حق اللجوء إلى العدالة. حاولوا تتحدثون عن الخيارات يعني تريدون عن الخيارات لا 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 نقول لهم رواية ثانية والله يجيك لا نقول لهم رواية ثانية فيم هذا نفس الشيء برادر يقول لهم أن فرانس أولين لي سيستيم دي بورتينيتي دي بورسويت لي دروا دي لا فيكتيم إي دونك أن كونتر بوا أ لا بويسونس دي باركي كونتر بوا معناها سلطة موازية لسلطة النيابة إلى عادة النيابة تقد مرات تخطأ والله تضغط عليه الحكومة والله تظلم ولا تحرك هي الدعوة العمومية لا بد نخلو وسيلة ثانية بيد المواطن العادي يعود قد يحركها عن قاضي التحقيق والله عن طريق المحكمة الجنح هذا من 1800 وهذه راهية هذه قواعد توصل لها خلقها فقه القضاء عقب ذاك حد عادة التشريعات تجي فيها بينما خلطتنا احنا هذا قاع كاتبه برلمان ورئيسنا مصادق عليه يقر قضاءنا لا يرجع بين المرحلة ما قبل 1800 معناها مرحلة هذا الحكم ماركي وصل موريتاني لدرجة من الاستبداد مشات عنها فرنسا بالفوزنويش ولا قد خلقت في تاريخ البشرية. إذن هون الصلاة نقول للناس للتاريخ وراني هون بصفتي محامي للخطوط التونسية وبصفتي قطيت عهد في قضية فيها صحفي مدير جريدة الأقصى متهموا أحد رجال الأعمال محمد البعمات وقضية شهر متهموا بالمساس بعرضه وأنا نمثل عبد الصحفي اللي هو مدير جريدة الأقصى ومع ذلك القضاء اعترف الرجل الأعمال محمد المعماتو بالطرفية المدنية ودافع وحكم على الصحفي 1,000,000 أورو وبسنتين حبس نافذتين واستقدمت الخطوط التونسية اللي أنا محامية من الإمارات العربية المتحدة اللي هو الصحفي ومزات الخطوط التونسية سالفة ضدتها إلى ذلك عن طريق تسخير معدلة النيابة السؤال اللي ينطرح إذا كانت موريتاني وقضاءك تعودوا راضين عن أنفسكم اللي تعودوا تحتما وتعترفوا بالطرفية المدنية الرجل أعمى ولا لكم معترفين بالطرفية المدنية المواطنين المسلمين في قضية عرض الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الحكم راهو عنده يعرفوا تلاميذ خريجين الجامعة أني قريه لهم ويعرف مدير جريدة الأقصى أني أنا كنت محامي في القضية وعندي الأحكام ومعادة تلاحظ هنا من القضاء ما قال أنه الطرف المدني اعترفوا به إلا النيابة العامة إذن ذمهم اللي رواية ثانية ذلين قال له النيابة كيف تعرف ممثلين على المجتمع وهذا الممثلين معينهم الوزير عينتهم الحكومة
أدرك حالا عندك رئيس الجمهورية أهم ويرجع للشعب به اللي ممثلين الشعب ما تفاهم هو هم اللي هم خطة مجلس الشيوخ يقال هو هم ويرجع للشعب وعنده الحق فيها به اللي الشعب هو الأصيل. احنا الصقاعد الممثلين اللي هامهم يحرمونا من حق الحمية الأرض نبينا صلى الله عليه وسلم ما هم الصقاع منتخبي معينهم الوزير بسم الحالة يا موريتاني لا تعود المصلحة لين تعود والله المصلحة المحمية لين تعود للرئيس والله للرجل الأعمال تعودي معاه وتعترفي به ولين تعود الأرض الرسول عليه الصلاة والسلام والله المقدسات وما أنك معترف به. هذا راني هو اللي قدمت لك الرؤية المسيحية الرؤية الصقاع الإسلامية. القرآن واضح القرآن يقول علم الإساءة هو الرسول عليه الصلاة والسلام والله القدح وهو والله الله والله القدح فيهم ما هو إساءهم هو إساءة نحن بيلي. وهذا ما هو فرصيانا في القرآن لن يضركم إلا أذى يضركم هو الضرر ما هو قايس الرسول عليه الصلاة والسلام قايس نحن طبعا عامة المسلمين عامة المسلمين. إذن عامة المسلمين قال القرآن على أنهم مضرين من اللي سأله هو هذا ما هو فرصيان ما داموا مضرين ما قد يكون تعترف بهم كطرف مدني مضرر ايش قال القرآن عاقب ذلك والغريب أن هذا لن يضركم إلا أذى نفس كلمة أذى اللي تستخدم للضرر الأدبي في القرآن وهذا نحضر فيه طروحة في تولوز نفس كلمة أذى والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم خرص يؤذون هك أذنهم يؤذون معنى هذا كامل القدح اللي قايس الرسول عليه الصلاة والسلام إن قال له الأذى وهذا هو الضرر الأدبي اللي ذيك الساعة مصارى ما يعرفوه بريجيديس مورال يعرفوه لفذ الميوش. إذن القرآن هو معترف من خالق ضرر أدبي يصيب المسلمين وحد ما اعترف به اكفر بالقرآن ما عليه تذلال عقب ذاك لا يجي الرواية ثانية قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. معناها بنص القرآن فارض علي يعود الرسول أحب إلي من نفسي صلى الله عليه وسلم ومن زوجتي ومن جميع الناس. ما أنا اللي قاعد لفهم النبي وأولى من المؤمنين بأنفسهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كافة المسلمين. طبعا تحدثت عن عدم اعتراف المحكمة العليا بكم كطرف مدني وعدم ذكر لكم في الحكم لكن اعترفت بمحاميين آخرين طبعا كممثلين عن أطراف مدنية. في نقطة أخرى مهمة جدا تتعلق بطبعا الحكم على المخيطير بالردة وهو طبعا ما قاله المخيطير لم يكن مقال ردة يعني هو المقال كان فيه طبعا استنقاص من قدر وعظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عدالته. يعني كيفت المحكمة العليا الحكم على أنه ردة؟ المحكمة العليا خلات عنها نسات أنفسها كقضاة كقضاء وعادت مشرع وقالت أن الردة والكفر أنهم شيء واحد. قالت أن اللي واحد فيه البرلمان وقال أن المادة 306 فيها فقرة أولى وفقرة ثانية وفقرة ثلاثة قال مفاهيمين قال الزندقة وقال السب وقال الاستهزاء وقال انتهاك الحرمات. قالت إذا كامل مو مهم المهم ذاك الظاهر اللي هي وقالت ان الكفر هو والزندقه شيء واحد. هي هذا هو اللي قالوا لامبيت ما معناها هي اقتصبت اختصاص البرلمان وعادت هي مشرع وهي مولي القاضي. والله بعد تهيب المولان القاضي ما عاد هي القاضي عاد هي المشرع. ولان عروي كان الحكومه الموريتانيه اللي تقبل هي كانت عدل من البرلمان هو القاضي وكان بعد هو اللي يخلي. شوف اصلا نقول لك روايه فهم راهو يخطو فيها واحدين من الناس يقولوا لك الدعوة المدنية وهذا يا واشع يقولوه محامي يقول لك الدعوة المدنية تنقال لها المطالبة بالفضل راه هو الدعوة المدنية والدعوة الجنائية هذه مفاهيم جايبينها من القانون الفرنسي الشرع الإسلامي إذا ما هو فيه لا الدعوة المدنية هذا التمييز ما هو فيه قابل ظنوا من عند النصارى لا يقول لهم أنا عندما قالوا خاس الدعوة المدنية عند النصارى ما تنقال لها المطالبة بالفضل تنقال لها فانجانس تعود بعض الرجال لا تبقي نحبس لا تبقي دموع يسور لا يبقي تتألم. وهون لا ينعتلك الرواية اللي هي تتعلق به هي ليك بطل ما يقولوا هذه فرص سيد المختار. شوف شو يقول برادل il faut se souvenir de la nature propre que présente l'action civile هذه معناها من يلا تستحضروا خصوصية الدعوة المدنية اكزرسي دفع لجيش بينال اللي هي الدعوة المدنية تعود ممارسة قدام القاضي الجنائي سلسيني باسر ما هين اكسيون عن ريباراسيون هذه ليست فقط دعوة تعويض اللي هي طلب الفضل اللي هو سين اكسيون عن ريبريسيون معناها هي ايضا دعوة عقابية ان اكسيون فينديكاتيف معناها دعوة عقاب
فينديكاتيف معناها دعوة عقاب، ولا يتجبر نقول لك إن أكسيون انفانجانس دعوة ثار. لكن لا فيكتيم بي سي كونستيتي بارتي سيفيل الور بورتان كان نيف او ني بي اوبتينير دي ريباراسيون. معناها اعلن الخطا اللي عند بعض محامين نحن وبعض قضاتنا واسبقهم على المسار على الدعوه المدنيه عندهم تنقال لا الفضل، هذا ما انزل الله بهم سلطان. ويا خوتي لين عود قال هذا انا يا خوتي نقري في الجامعه لاجيال من 2003 تخرج عيد على يدي نعود اللي قايل خاسر يا خوتي حبسوني يا اخوتي وعرفوشي للجامعه لا حلوا لي الجامعه اللي تنفقوا عليها مليارين ولا عرفوشي اللي تفسير القضاة اللي يقولوا عرفوا اي حق واذا ما وقاد يكون الحق لا معين والله مع قرار المحكمه الا واحده مثل. اذا الدعوه المدنيه ما هي دعوه الا المطالبه بالفضل، تعود دعوه مدنيه ما ندور خمس. انا عندي قضيه قدام محكمه القاضي الفاضل هارون ولي ديقبي ويعرف علينا في قضيه من ال البيت فتاه اختصار، قلت لهم الخلطه ما ندور خمسه ولا عشر، ندوروا للمجرم يعاقب وسلام بالعافيه، ما ندوروا خمسه ولا عشر. به اللي الناس قاعد حتى في عاداته على دموع المآقي الناس المضبوطه ما تقبلها، والحره تجوع ولا تاكل من ثديها. هذه بان اذا قضيه الدعوه المدنيه على انها لا الفضه، هذا ما هو حق، هذا جهل بالقانون وهم ما هم فاهمينه. الجانب الثاني مولي قريب عندي في الحقيقة، هم يقولوا أنها قضية تتعلق بالحق العام. هذا أنا سمعت في أثناء النصرة قالوا تلميذي كنت نقريه في فرنسا في حلقة طلعت في فرنسا قال كل شيء نصوره يكون المحكمة العليا يعود مستواها مستوى التلميذي في الخارج مازال يقرأ عدل العلوم السياسية. به اللي هو اللي تعود قضية الحق العام قضية عرض الرسول عليه الصلاة والسلام والله تبارك وتعالى والمقدسات قضية ما قد يحركها مهن النيابة العام. هذا معناها أنك فرطت فيها، معناها انك درتها هي التحتانيه. به اللي علاش تعود جميع القضايا اللي انت بالنيابه العامه تحركها يقدر المواطن العادي يحركها يكون قضايا المقدسات هي ظهرت تنقال للمقدسه. القداسه تنقال روح القداسه انك تعليها. بينما انت تعود انت داير فوق جرائم الاغتصاب المخدرات حتى القذف البسيط معناها انها مثلت مقدسات. واذا بهذا المعنى اساء ولا مخيطير الى عرض نبينا صلى الله عليه وسلم واساء قرار المحكمه العليا في هذه القضية إلى مقدساتنا. وهو نتحدى قانوني يقد يقعد من وزارة العدل والله من المحكمة العليا والله عاد باقي قاعد من صار من الخارج يجي ويقول علينا المقدسات في فرنسا والله في بريده من العالم علينا كيسيون ديموراليتي بيبليك. إذا لا يصلنا هنا نقول للقانونيين علينا ذا القرار اللي عدلت المحكمة العليا هو عبارة عن جريمة. أنا المحكمة العليا بدل من تقول القانون بدل من تنصف ارتكبت جريمه. انصار عندهم شو يقولوا لي زاري دي ريغلومون. لي زاري دي ريغلومون عباره عن ايش؟ هما احكام يصدرهم القضاء ما يحكم فيهم الزيد ولا الامر يقدر يضع فيهم قواعد. وهذا هو اللي عدلت بعباره زاد ثانيه. عند منين يتدخل القضاء في اعمال السلطات التشريعيه ويصدر فتاوي واستشارات ويخلي عنه عمليه الخصم ارتكب اخلي بفضل فصل السلطات وارتكب هو ما عنده خيار اخر. يعني هو بالنسبه للقضاء هذه القضيه كما قلنا هو هي اول مره قضيه من هذا النوع في المحاكم الموريتانيه. وطبعا في القانون الجنائي الموريتاني لا يوجد تكييف يعني مباشر لتهمه المخاطر. لا موجود تكييف. شوف هذه القضيه كونها لاول مره توجد في موريتاني اللي موريتاني ما هذا قاعد اللي يلحق هو ما قطع حد يلحق موريتاني اصلا مجتمع محافظ. ثانيا ان ما فهم تكييف قانوني واضح. فهم شوف الماده 306 فيها انتهاك حرمات الله، فيها الاستهزاء، فيها الزندقه، وفيها السب. هذا يدخل في اطار يعني الكفر او ما هو الكفر هذا ما هو الكفر. هذا هو شوف هو الجريمه اللي تخصصها في القانون الجنائي خارج اللي قالوا الوصف القوالب كيسان خالق قالب مول عند النصارى ينقالوا زندقه، خالق مول ينقالوا السب، خالق مول ينقالوا انتهاك حرمات الله، خالق مول ينقالوا الاستهزاء، خالق مول ينقالوا الكفر. ما هو واحد هذا هو القانون من البرلمان صادق عليه والرئيس صدره وانتشر وراه ولا انقبض ثمنه من الشعب. به لي نظم العسكري ترى فيه متعاقبة كامل على موريتانيا. أول شيء تعدلوا تقول أن النظام الإسلامي الموريتاني نظام شرعي ومستمد من الشريعة اللي يكتجبر مرجعية عند الناس وجيب ذي المفاهيم يقرر لي يلتحق لها كيف ضرك حال يخلق النفاق تتملص منها. وهون أنا هون عقب لي نسمع مقابلة رئيس الجمهورية وفيها في الحقيقة جانب ما فهمته
خارج مقدمة قالها زين عندنا قضية المقاومة به اللي فعلا المقاومة حد لا يقول الحق يقول انهم ماتوا رحمة الله عليهم دفاعا عن الله ورسوله لا عمر الثاني ساعة ما فات خلقت هذا احنا نفهمه كلامهم اللي على قضية نابولي والغرب اللي جاوه هذا بالنسبة لنا الشريف ونبيل وانتصاره للسيادة قال خارج رواية ثانية قالها قابلة للتفسير على ان الرواية كانت تقد تخلى ما هي اكبر من قدها وانها كبرت عن قدها هذا انا فاهم انه هو عليه ضغط به اللي يجوه الفقهاء اللي ما هم متقين ربهم اللي يقولوا الفوق شي ويقولوا تحت شي وجوه شي وقبائل وجوه وسطاء وجوه واحد وجوه وزراء ويقولوا له هاي الرواية ما هي سبة ولا هي مهمة هذا يشير ويقع القضية ما أكبر من وقضية الدين قاع والرسول ما يعني قاع ما أنت الناس ثانية ما يعني هذا يقولوا له واحدة إذا قلتوا هيك لأن القضية كانت تقدمات وكبر إلى عاد معناها على عنده على نقبلها نحن هاو نسكتوا هذه دعوة أننا ندخلوا النار وتو احنا ما مستعدين لما نسامعين لك يا سيد الرئيس قول لنا شيف دنيا وصوتوا لي كذا تجبرنا والله ما تجبرنا يقال خلوا عرض النبي ثانيا نمولي نقولوا له نعرف انهم يقعدوا ما قالوا له احنا تمينا ساكتين اللي قامت النيابة العامة اللي هي تمثل وزارة العدل واللي هي الحكومة وباعت عرض الرسول عليه الصلاة والسلام بات تطعن ما قد يكون نتألم وخايفين إذن معنا غير بعد أنا تفسير له هذا التفسير سمعته عند واحدين قرأنا التفسير له لا أحسن المخارج لا أعلمني على كل حال بالنسبة لي أشرف هو قطعا فهم سياسيين رؤساء أحزاب ما يشلطوها قاعد واحد يقعد لك ويقول لك وخذوا المخاطر من الحبس به اللي ما هو قاعد قال ما هو كبار من قدوا عادي وفهم واحدين يقول لك ما قدوا نتكلموا من رؤساء مولي الأحزاب به القضية قدام القضاء الوقت اللي نذكر الموريتانيين الموريتانيكم ليتوا كلكم النار وليت خلاوا وليت انفضحوا بهاش انتم ياك النهار يقول لنا مثلا يقول لنا المفتي يقول لنا لا تتكلموا في قضيه ولا مخاطر بين القضيه قدام القضاء سكتوا عن القضاء ويقول لنا مثلا رئيس حزب كيف احمل داده مثلا يقول لنا القضيه انا ماني لا نتكلم فيها بين القضيه قدام القضاء يقال لي من طرحت قضيه قانون الدستور اللي يتعلق بحل مجلس الشيوخ قدام الجمعيه الوطنيه ومجلس الشيوخ قام مفتي الجمهوريه يتكلم قال تغيير الدستور ما يخصش وان العالم زين وقاموا مولي الاحزاب كاملين يتكلموا أنا أذكر وراء هيالكم الاستقلالية اللي معطية للقضاء تنقال لها المحكمة السيناء الاستقلالية معطية مولي للبرلمان والبرلمان فوق القضاء بس من حالة موضوع سياسي وهذا قضية جنائية يعني حد ما أنا الله حد يعرف القانون يقول إن حد لا يحترم الاستقلالية أنت من تقول متعدل رجيب الجماهير قدام برلمان يعدل شقلته له ولا ينتخب الجماهير وتقول له أو ضد هذا البرلمانية مارست عليهم ضغط ولهذا أنا متأكد على أن الشيوخ الأولى ذيك الاحتجاجات الخلقت كان قد عود الله موقف ما ونبتقر ومارس عليها ضغط بينما السكاع المحكمة العليا ما هي درجة من درجات التقاضي وبالتالي الضغط عليها ما هو كبار من قدو بعبارة زاد ثانية أنكم يا الموريتانيين ذلين قالوا المقدسات تعودوا ما تتدارنوا في خطيطة واللي في ذهنكم ألا الرئيس محمد بن عبد العزيز والله الله يخلفه محمد بن عبد العزيز والله المصطفى ولا عبيد الرحمن والله الرئيس مسعود والله هذا ما يخلي منكم شيء وفضل بعد رئيس مولي في المستقبل مشى معاه الحد من الناس مولي يعود يحترم بيه انت ما انت بتبيع ربك ورسولك ولا عندك قاع شيء مقدس انا متعامل معك علاش تقعد تبيعني في لحظه فهمتني نبغي نقول للناس على المعياريه زينه والكذب ما ينفع والكبائر ما تنفع حد ما هم على المقدسات ما من يلا في الحقيقة يعودوا مع شيء ثاني طبعا أستاذ احنا الوقت عاد طبعا يسرقنا تحاولكم تلخصونا بعجالة محكمة الاستئناف وماذا عليها أن تفعل في المرحلة القادمة المرحلة القادمة احنا في معارضة معدلها أنا شخصيا عن طريق محامي قدام محكمة الاستئناف هاي المعارضة ندور نقدمه برمجته قدام محكمة الاستئناف لياك ينبت فيها به اللي دعوة مشهورة والقانون يقول إن كل دعوة مشهورة أمام القضاء أنه ينبت فيها بحكم عادل ولا تنتهي براديسيون بشطر نص القانون ثانيا نمولي العادل القانون الموريتاني ما هو مهم عند الناس هذا تقول المادة 8 من القانون الدولي لحقوق الميثاق الدولي لحقوق المدنية والسياسية تقول حق التقاضي على درجتين أنا ذا كيف المحامين وكيف الموريتانيين كاملين مواطن موريتاني وقضيت الله على درجة واحدة لا بد لي من محكمة الاستئناف هذا حل الحل الثالث على أن ذا اللي نعيطوا للمسلمين العادي ورانا نعيطوا لهم ما هني يقولوا لهم هاو دقد قوة والله وهاو الساحة نطلبوا ترخيصه من الدولة تعطيه النبي هاو نعمة ما أعطتونا نطعنوا قدام القضاء نعطوه تلوم أسبوعين ثلاثة أربعة تحرم من حق التجمع خلق رواية أرض الرسول عليه الصلاة والسلام يحتاج أنماط من الاحتجاج المدني ما هي المعروفة ولأن الله هنا عجزوا أن نحصلوا من الناس خارج نواكشو
والله في المطار أكثر من اللي اجتمع في ساحة في ساحة في ساحة القاهرة للمطالب برحيل حسني مبارك به، اللي قطعا رفع الإذاء والظلم عن عرض الرسول عليه الصلاة والسلام أجدر من تنحية أي حاكم مهما كان عادلا أو ظالما. معناها إحنا ذي ريال الفتنة ولا استخدام القوة ولا به ما نله نعدله بين اللي مسلمين، به اللي فتنة تدوم أشبه منها مثلا إمام ظلو، وبين اللي مالكيين وده هو موقفنا، وبين اللي دولتنا نتمنى ولها كل خير قررين تعود همها لا أقبل لا بد لها تكفرنا دخلنا القائلة من نهار النار ما تشبرنا الهندور أبسط اللي فيه. ذاك اللي ما قطش اجتمع في تاريخ موريتاني واللي ما جامعوا من الله ما أني أنا جامع وبي اللي إخباري منه ما عندي منه عشرار وقيش، والله ما جامعوا أي مكون ومكونات النصرة، ذاك جامع المواطنين العادين يتعبدون بنصرة الرسول عليه الصلاة والسلام ويستحضرون قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، ويستحضرون قوله يا أيها الذين آمنوا ما لكم ويقين لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا من الآخرة إلا قليل إلا قليل إلا تنفروا عذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ويستحضرون أيضا في القرآن الذين آووا ونصروا، الناس اللي نصرت الرسول عليه الصلاة والسلام ما هي كيف الناس اللي بقى المخلفون، خلي المخلفون والقاعدون، وأنا نعرف على أهل السوء ينصحوا ينصحوا الرئيس والحكومة يقول أوه هذا ما هو ديمقراطية سكتوا خلوا في الوقت اللي ما هو حق مرت انه ما هو حق حليل الناصحين اللي يجوا حليل حد منهم يقعد قدامي انا ويناقشني راني ضعيف وذراعي ما هو معلوم ولا انا بطش ولا عندي مشكله يقر باطل من الشرف على اللي قال تحت يعود قال لفوق، وانا نعرف ان الرئيس يجوا الوزراء. لكن الرئيس خلال المؤتمر الصحفي كما قلتم هو اكد بانه جاءوا ضغوطات وتدخل منظمات دوليه وهيئات خارجيه تطالب باطلاق سراح المخاطر، واكد انه لن يدخل هذه الضغوطات، وبالتالي يعني نلاحظ من خطابات الرئيس وهو اعلى سلطه ان الدوله محايدة تماما في هذا الملف وعايزة تترك الموضوع للقضاء. يعني الرئيس ترك الموضوع للقضاء. شوف احنا بالنسبة لنا انا بالنسبة لي الرئيس كلامه بالنسبة لي خطاب الرئيس كلامه عن المقاومة وهي مدخله ايجابي بالنسبة لي. قضية انتصاره للسيادة الوطنية هذه ايجابي بالنسبة لي. راشد المولاني ثبتوا على كلامه على قضية الضغوط اللي معرض لها وذاك اللي اشار له قضية انتصار الغرب المقدسات وذاك اللي خلق في باكستان وافغانستان هذه رسائل واضحه هذه رسائل واضحه انا راجل المولاني ثبتوا عليها وعلى انه يوفقوا في من الله قال على رجله على انه قاعد يعود هو الرئيس الوحيد الناصر للرسول عليه الصلاه والسلام به اللي هذا هو اللي قطع المقرش عليه انه لا يجبروا قدامه وفي قبره ولا يجبروا عاقب هذا الرجل وانا كتبت على صفحتي غير مولي فند السين ثانيين كيف ذاك ذي قضيت على قاع ما هو كبر منه كان قد يخلى ذيك انا ما تبشر عندي بخير ولا هي واضحه ولا نفهمها ونفهم منها رايحه ذاك اللي نعرف عند الوزراء العدل اللي سابق ذو المدعون العامون ويوحي لي مولي بامتناعهم هم عن اللي هي النيابه العامه عن الطعن في القضيه اصلا هذا هو اللي خايف منه. اما احنا الرئيس اللي نمشي معانا وتمشي معانا موريتانيا تتاكد ان خريف الجاي دور عود زين بالنسبه للمناطق وتاكد ام اللي راه وهذه قضيه 6 مليارات اللي لا تسقل لك الا اللي مفصل فيها الحوض الشرقي مفصل فيها الزويلات مفصل فيها الروس اللي نرجع على الاستفتاء لا يعدل هذه يلو نتصرف له هو بالشكل المطلوب ما يخلق هذا به القران واضح حد بعد يامن به اللي ما تنصر رسول عليه الصلاه والسلام يذيق بعضكم باس بعض معناها انك يا موريتاني لا عاد تتامني بالغيب حق ولا عاد زين نستغرب من الروايه يا خوتي ذي الناس اللي تدافع عن النشيد وتقول انه ما يغير انتم ما تعرفون النشيد معناه شنو كل الاله ناصره الاله راه بارك الله الخلطه مع الرسول عليه الصلاه والسلام حد ما نصر انت قاعد عتمانك نعوذ بالله مامن مولانا مديني باطل الدور للسيفيسم من السيفيسم انك لا سويونتي منها انك تسمع النشيد الوطني تسين كليني تعدل اللي فيه الناس الملحدين وها هو النذر وها عود مع كل الاله ناصره المعارضه الدور يمشي ويعود يناصر للرسول هذا صلى الله عليه وسلم هذا هو المنطق يقعد الثاني نعوذ بالله نفاق كذب ما عنده معنى اذا احنا الرئيس اللي يمشي معنا في المنطق يعود به للرئيس عليه واجب اكثر من نحن هو حامل مله ودي هو حامل مله ودي اذا واجب عليه انا نعرف ونقدر على انه وجوه ديمو فيكون سيء كيف القانون واضح لي على انه وجوه واحد ما يعرف القانون يقول شيء خاسر وجوههم اللي في الشرع يقولون نفس الشيء قال الشفافيه هي الطريقه اللي كامل يوضح كل شيء والشفافيه من انه يقعد اذا طبعا استاذ مختار احنا طبعا الوقت شارف على النهايه اذا عندكم يعني خلاصه بدقيقه والله اثنتين قبل ان نختم انا الحمد لله على ان قلت
أعلن عندنا طريقين نبقى الناس تعود مرتاح. أعلن دور تبارك ينبث، أعلن ولم خيطير لا ينطلص ولم خيطير ما ولا ينطلص ولا يقد ينطلص. والقضاء الموريتاني مازالوا عندنا طريقين من طرق الطعن اللي هم المعارضة اللي قدام محكمة السيناء في اللي يصلن معدلان واللي بات محكمة تشد أخبارها، وفهم عندنا ملي قالوا الطعن بتجاوز السلطة وأنا الدور نعدل في ظرف أسبوع إن شاء الله ولا أسبوعين قدام وزارة العدل، ولين الحكومة ما تستجاب لنا ندعو المليوني ساحة المطار ولا خارج نواكشو. إذا أستاذ المختار سيدي شكرا لكم، كنت نضيف معنا في هذه الحلقة من برنامج موريتانيا اليوم. شكرا وصل لكم أيضا مشاهدينا الأفاضل، لكم تحياتي وتحيات الفريق الذي أشرف معي على إنجاز هذه الحلقة. إلى أن نلتقي في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موريتانيا اليوم. شهدت نهاية الأسبوع الماضي حدثا هاما وبارزا يتعلق بتصويت الشيوخ الغرفة العليا في البرلمان ضد التعديلات المقترحة على الدستور، ليخرج الرئيس في المؤتمر الأخير الذي نظمه يوم الأربعاء الماضي للرد على ذلك التصويت. وقد سجل المراقبون والمهتمون بالشأن السياسي الداخلي بعض الملاحظات حول هذا المؤتمر، سنناقشها في هذه الحلقة مع ضيوفي، وهم الأستاذ محمد مولاي ناجم والمولاي زين من المدير الناشر لموقع بوينشو. أهلا بك أستاذ مولاي ناجم. وأيضا الأستاذ الحافظ والطالب من إذاعة كوبني، أهلا بك. وأيضا الأستاذ مولاي والبحيدة من المدير الناشر لموقع 28 نوفمبر، أهلا بك. إذن ضيوفي الكرام، نبدأ نقاشنا في هذه الحلقة والمتعلق بطبعا تصويت الشيوخ ضد التعديلات الدستورية بأغلبية 33 صوت ضد هذه التعديلات الدستورية. أولا سنستمع أو سنشاهد تقرير تم إعداده حول هذا الموضوع ثم نعود للنقاش. هذه الدعوة موجهة إلى طبعا الأحزاب السياسية، أحزاب المعارضة. في حال ما يخص سؤال يخص الحوار، نحن دائما أبواب الحوار فاتحينهم دائما، طلبنا فعلا الحوار ودائما نطلبوه مناسبات يعودهم انتخابات. خرجة إعلامية جديدة لرئيس الجمهورية محمد عبد العزيز بعد رفض مجلس الشيوخ تمرير مشروع التعديلات الدستورية بعد إقراره من الجمعية الوطنية. والعبد العزيز أعلن عن لقاء صحفي مفاجئ بعد الخطوة غير المتوقعة للشيوخ. بدأ الحديث والتكهنات حول مضمون المؤتمر الأكثر إثارة في تاريخ موريتانيا الحديث. فتحت أبواب القصر الرمادي على مصراعيها مستقبلة رؤساء الأحزاب والشخصيات المشاركة في الحوار السابق، وهللت المعارضة المقاطعة بخطوة الغرفة العليا للبرلمان الموريتاني كانتصار في لحظة صحوة ضمير للشيوخ الذين وضعوا الرئيس الموريتاني في موقف لم يكن أبرز معارضيه ينتظره. المشهد الإعلامي في موريتانيا بدأ في تحركاته مراقبا ومحللا يترقب الإعلان عن أسماء محاور الرئيس لتبدأ التكهنات، ثم يتم الإعلان على أسماء تعود المتابع على بعضها وتظهر أخرى إلى الواجهة. الإعلان النهائي عن قائمة محاور رئيس الجمهورية حمل عناوين مؤسسات إعلامية مستقلة وخلا من بعضها على غرار قناة الشنقيطة الفضائية في مفاجأة لم تكن بالمنتظرة في عهد تحرير الفضاء السمعي البصري. نحن نرفض ونندد بهذا الإقصاء المتعمد لقناة الشنقيط من هذا المؤتمر الصحفي الذي يحاور فيه زملاؤنا رئيس الجمهورية، ولا ندري لأي سبب وعلى أي معيار تم اختيار المحاورين لرئيس الجمهورية، وكذلك على لأي سبب أو لأي على أي معيار تم إقصاء قناة شنقيط من هذا. لسنا تصويت حسابات مع أي شخص
وليس لنا أعداء، ونعمل بكل مهنية وانحياز للوطن لموريتانيا. أما ما حدث اليوم فبالنسبة لنا جريمة نستنكرها. فرغم كونها أول فضاء إعلامي مستقل بالبلاد خيبت عن المؤتمر الصحفي في إقصاء يحمل ما يحمله من صدمة لمؤسسة واكبت مختلف التحولات مشاركة في المشهد الإعلامي الوطني بكل مهنية وحياد، مواكبة بتغطية شاملة وكاملة على كافة أنحاء التراب الوطني، مرافقة لرئيس الجمهورية أينما حل، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، ومن شرق البلاد إلى غربها. كاودت خلالها قناة شنقيطة الفضائية أشد الصعاب وأحلك الظروف ليعلن عن إقصائها من مؤتمر صحفي على بعد لا يتجاوز الكيلومتر الواحدة من مركز بثها في العاصمة نواكشوط. قناة شنقيطة التي واكبت رئيس الجمهورية في نشاطاته، في زياراته، في أقصى الظروف وفي أحلكها، الشيء الغير مفهوم أنها تقصى من المؤتمر الصحفي الذي يحاوره بعض الصحافة الخاصة ومن بينها بعض القنوات التلفزيونية الخاصة، فلا يمكن أن نفهم في هذا غير تصفية الحسابات، ولمصلحة من يتم إقصاء قناة شنقيط، قناة تلفزيونية حرة مستقلة، مع أنها أول قناة تلفزيونية حرة وجدت في موريتانيا. وافق النواب ورفض الشيوخ وأقصيت قناة شنقيطة من مؤتمر الرئيس، ثلاثية تحمل أبعادا ومفاجآت قد تشكل مشهد المرحلة القادمة من تاريخ موريتانيا. إذن أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام معنا في هذه الحلقة من برنامج موريتانيا اليوم. أهلا بك أستاذ مولاي النجم. أولا نتحدث عن إقصاء بعض المؤسسات الإعلامية من الحضور للمؤتمر، الأسباب والخلفيات والأسس التي عليها يتم اختيار بعض المؤسسات من أجل التغطية ويتم إقصاء بعض الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة هذا الإقصاء يمكن نفسره لا بمسألة والله مسألتين. بعد ما رحيم جماعة مع السلطة أو مع الحكومة أو مع بعض الأشخاص في الحكومة، أو حقيقة أخطاء يكونوا في التسيير يعني السياسة الإعلامية للرئاسة حقيقة، لأن المشكلة اللي جابر الصحافة في موريتانيا هي أول مشكلة اللي قد نعتبرها ثانية، والمشكلة هو اللجوء للمعلومة. إذا كان اللجوء للمعلومة ما هي قبالة متوفرة بجميع يعني في إطار الحقوق الصحافة كاملة، إذا كنعت أن هناك عدم ثقة بين الحقل هذا اللي قاله الحقل الإعلامي مع يعني الحكومة أو مع من اللي هو يعني حق القرار في 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 دولة ديمقراطية، يعني هو من أهم حاجة، ولا يمكن أن نتحدث عن شيء ما تكلمنا عن النموذج اللي هو موجود في المغرب أو في السنغال أو حتى قاعد في فرنسا أو المغرب. نعطيكم مثال بسيط، يعني هو لابد من نعدل فرق مبين مؤتمر صحفي أو والمقابلة الصحفية. في إطار يعني المؤتمر الصحفي كيف اللي يخلق مع فرنسا هولاند وكيف يخلق مع البيت الأبيض كيف يخلق مع مؤتمر صحفي لابد من تناديله يعني الأغلبية من الصحافة اللي تعتبرها أنها خالقة وتصدر بانتظام وموجودة، وما هم يعني ما هم مؤسسات مسكرة يعني غير موجودة، يعني هذه تعود هي الأسس اللي على الأساس يتم الانتقاء، هذا هو اللي يتم عليه، وخصوصا تعود أنت أو تعود الحكومة واضح لهذا الدور وفالشة فرنسا وقادة تقابل الصحافة الحرة، يعني لا يقول الصحافة الحرة يعني الصحافة اللي ما عندها مقر مخلص من راجل سياسة، ما عندها جريدة، يعني الصحافة الحرة اللي تقدر تواجه الحكومة والحكومة اللي قادة تواجهها. نعم. إذن كيف اللي كان يخلق أيامات سي ام جي دي ماني عارف كان يقول تدخل الصحافة كاملة تدخل. نعم. ويخلق السيلة، والفرق اللي بين المقابلة الصحفية وما حصل يوم الأربعاء لكن اللي حصل يوم الأربعاء نقدر نعتبروه أن
نسجلوا في هذا اللي قد تخرج كامل من هاي الفترة كاملة. يعني كان مؤتمر صحفي الله مقابلة اللي كنت ما هو مؤتمر صحفي ولا هي مقابلة صحفية. المؤتمر الصحفي كي قلت لك أنه لا بد من يخرج جميع الدول الديمقراطية يحضر الصحافة على الأقل الصحافة المعروف أنها تصدر بانتظام وذات حرية وذات مصداقية. المقابلة الصحفية اللي هو الصع اللي قد يعني الحكومة والله الرئاسة تختار شي من الجرائد والله جريدة تناديها وتعدل معها مقابلة والله اثنين والله ثلاثة تعطيها لقاء هذا حرة فيها. يعني نين تعود انت نين تعود انتوما كحكومة والله شخص والله رئيس الجمهورية هامو يلتقى بالصحافة لابد من يخلق شيء قالوا المعايير المتفاهم عليها دوليا ووطنيا وكل شيء يعني حقيقة مواجهة مع الصحافة. الصحافة يعني الصحافة اللي تقد حقيقة تقد تعود اللي تقول ما هو يعود متمونك عند ياسر الخر يغير بعده يقد يعود متمونك عند أغلبية من 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 الشعب لا يجبر أن الرسالة لا يتوصل. يعني إذا الفرق بين المقابلة الصحفية والمؤتمر الصحفي لابد أن يخلق حقيقة يعني يوضح. نعم. الناس ياسة تقول المؤتمر الصحفي كيف اللي سمعنا في البداية رئيس الجمهورية لا يعطي مؤتمر صحفي. نعم. وحقيقة مهنيا لا نعتبره حنا أو زملائي معايا لا نعتبره أنه مؤتمر صحفي. نعم. نعتبره لقاء بين جماعة دار فيها الثقة أو بين الثقة مع الرئاسة. نعم. ولا هي تمرر الرسالة بصفة بدون أي حرج حقيقة. إذن تفضل أستاذ الحافظ أهلا بكم. أهلا بك شكرا على الاستضافة. مرحبا بك وسهلا. إذن ما زلنا نتحدث طبعا عن إقصاء بعض المؤسسات الإعلامية، هل تم الإعلان عن المقاييس التي على أساسها يتم انتقاء هذه المؤسسات اللي انقبضت؟ جيد، عندما نتحدث عن مسألة إقصاء فمعنى ذلك أننا نتحدث عن عدد معلوم أو قليل من المؤسسات الإعلامية بشكل عام، وبالتالي أن هنالك العديد من الإعلاميين الذين تمت استضافتهم تقريبا لهذا المؤتمر الذي أعلن عنه على أنه مؤتمر يأتي بالتأكيد في ظرف استثنائي جدا، وكان موضوع أن توفر ما أمكن من معلومات للمواطن الموريتاني بشكل عام، أن توضح موقف رئيس الجمهورية، موقف الأغلبية، موقف الحكومة. وأعتقد أنه من مصلحتها لو أن هنالك مستشارين إعلاميين أو لو أن هنالك خبراء في مجال الإعلام أن تعمم هذه المعلومات حتى تصل إلى جميع الموريتانيين، وحتى أيضا تتحدث عنها جميع وسائل الإعلام حسب منهجية كل وسيلة إعلام، وهنا تلقى الصدى المطلوب وترسخ وتكون مادة إعلامية فعلا لها رجع صدى إيجابي. هذا من مصلحة الحكومة ومن مصلحة الأغلبية إن كانت في إعطاء هذه المعلومات مصلحة لها. إذن العلة هنا في مسألة ما تتحدثين عنه من إقصاء فلا يخص فقط مجرد المؤتمر، فكل المؤتمرات التي تقام في قصر المؤتمرات لها حتى جزء من الصحافة الذين يتم استدعاؤهم حتى لمؤتمرات عادية، والبعض الآخر لا يتم استدعاؤه بشكل كامل وتام، وكأن هنالك أيادي غير رسمية أو مؤسسات غير رسمية معنية بهذه القضية، كأن هنالك أشخاص لا مؤسسات لا وزارة معنية لا إدارة لا, لا, لا لجنة إعلامية معنية بالموضوع، وكأنما الخيار يقع على أشخاص. لكن أقول أن هؤلاء الأشخاص الذين يعتمدوا هذه الفعلة إنما يؤثرون على مصلحة رئاسة الجمهورية بدل أن يخدموها، فهم يحاصرون ويحجبون المعلومة التي تريد الرئاسة توصيلها أو تريد الوزارة توصيلها إلى الشعب الموريتاني، ولعلهم بذلك أيضا يكونوا اعتدوا على حق مكفول أولا للإعلاميين من حيث الوجود المعلومة، ثانيا للمواطن بصفته حقا مشروعا وهو أساس رسالتنا الإعلامية أن نوصل أيضا المعلومة للمواطن. إذن هذه أعتقد أنها كارثة جدا في مجال تعامل الحكومة مع وسائل الإعلام، وإن لم يكن حتى جرم في حق الديمقراطية، هذه هي الحقيقة وهذا ما لدي. نعم، إذن شكرا لك أستاذ الحافظ. تفضل أستاذ مولاي والبحيدة. طبعا نتحدث ما زلنا عن إقصاء المؤسسات، طبعا تم إقصاء جميع الإذاعات المستقلة، تم إقصاء الإعلام الرسمي، تم إقصاء بعض المؤسسات التلفزيونية الخاصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا نشكركم على هذه الاستضافة، وأعلن تضامني الكامل مع القنوات الرسمية ومع قناة المرابطون وإذاعة قناة شنقيط وجميع الإذاعات كوبني والتنوير وكل الإذاعات الموجودة التي تم إقصاؤها من هذا المؤتمر، وكل الصحفيين الذين كان بإمكانهم أن يقدموا، وأيضا أهنئ بعض الزملاء الذين حاولوا استكشاف بعض الخفايا الموجودة رغم عدم تمكنهم لاحقا من ذلك. في الحقيقة أعتقد أن هذه إشكالية كبيرة كما أشار لها الأساتذة في هذا البلد. في الحقيقة أن هناك إدارات مختلفة، لأن الحاكم ربما للقضايا الأهم أو القرارات المصيرية يمكن أن نقول بأن هناك حاكم واحد، لكن ما يتعلق بقضايا الصحافة، ما يتعلق بقضايا الانتخابات، ما يتعلق بقضايا النواب، ما يتعلق بقضايا الجزئية والتي لا تمس اهتماما كبيرا لدى الحاكم، نجد أن هناك أطرافا عديدة تحاول الاستحواذ على هذه القرارات وتوجيهها، لأن ربما ليس هناك خطورة أو هناك على بالنسبة للرئيس، وبالتالي يترك الفرصة فيها للآخرين، وتكون هناك منافسة شرسة على مثل هذه. أحيانا يكون هناك مبدأ التقرب، مبدأ العلاقات الشخصية، مبدأ تمرير بعض محاولة التمييز بين من يستطيع أن يقدم رسالة ومن يستطيع أن يستمع ومن يستطيع أن لا، ومن هو أكثر شرأة ومن هو أقل، ومن مفاتيح عديدة جدا لدى المسؤولين. وحتى أن المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية تم إقصاؤه من هذه بالنسبة لهذه المؤتمرات التي أو بين القوسين التي لا يمكن اعتبارها فعلا كما قال أستاذ ملاي مؤتمرا، لأنها لقاءات، لأن المؤتمر ليس بهذه الطريقة وليس بهذه الخاصية، خاصة إذا نظرنا أن بعض، لأن رئيس الجمهورية منذ خرجاته الأخيرة يصر على أشخاص معينين، يصر على أنهم يكونون حاضرين معه في كل هناك بعض الوجوه أيضا القديمة التي ما زال الرئيس يصر عليها من أول مؤتمر وهي موجودة وحضرت أيضا في هذا كل مؤتمرات رئيس الجمهورية. هناك شخصيات إعلامية نحترمها ونجلها ونقدرها، وهي شخصيات جديرة بالاحترام، لكنه أيضا يصر على أنها تكون بجانبه في كل المؤتمرات، وبالتالي هذا ربما يطرح العديد من الأسئلة. من هي الجهة التي كانت مسؤولة عن هذه؟ لحد الساعة لا أحد يمكن أن يجزم من هل المسؤول مدير الديوان، ليس هناك مكتب، هل المسؤول مدير ديوان رئيس الجمهورية، هل المسؤولية تقع على عاتق الحكومة، هل المسؤولية وزارة مكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، هل المسؤولية تقع على الجهة التي كانت مكلفة باستدعاء الإعلاميين للحضور، تقع على جهات أخرى؟ هذه أسئلة عديدة لا يمكن لأي صحابي أن يجزم بحقيقتها، لأن مصدر المعلومة أصلاً غائب أو مغيب عن الصحفيين، وبالتالي لا أحد يريد يعني أن يصلوا إلى هذه الحقيقة، وبالتالي نحن نختار، وتبقى الأسئلة ربما في انتظار مؤتمر ولن يتم الإجابة عليها. هذه من الأسئلة المهمة العالقة التي ستتظل تلاحق حتى الوزارات العادية، أما رئاسة الجمهورية فأعتقد أنها سجيتها في هذا، وبالتالي هذا سر لا يمكن أن نتوصل عليه، وهو فعلا حقيقة يشكل تحديا مهنيا، لأن ربما يكون هناك تصنيف تنظر رئاسة الجمهورية التي يجب أن تكون تحترم الصحفيين في ثوب واحد وتنظر إليهم بنظرة متوازنة، وأن لا تجعل أن هناك من يستحق ومن لا يستحق، لأن في النهاية هي مؤسسات إعلامية ولديها جمهور ولديها متابعين، وبالتالي كل مؤسسة إعلامية لديها الحق في الحضور، وإن كان الجميع لا يمكن أن يكون حاضر في جلسة واحدة، رغم أن هذه الطريقة التي يتم بها كان بإمكانهم أن يكون هناك كم أكثر، وأن لا يطيل المؤتمر عن نص ساعة أو 20 دقيقة أو 30 دقيقة، لكن الحقيقة هي خرجة ليست مؤتمرا وليست أيضا لقاء، وبالتالي ربما من تدخل في إطار الإعلام الجديد ومحاولة مسايرة الواقع. نعم أستاذ مولاي ناجم، يعني طبعا بما أن المؤسسات التي لم يسمح لها بالحضور أو
طبعا لم تعطى لها الفرصة من أجل أن تحضر. الحل الذي تجدونه لائقا بمثل هكذا يعني مشكلة؟ أنا في خرجات قادمة للسيد رئيس الجمهورية، هل دائما على هذه المؤسسات أن تقبل الإقصاء أم أنه هنالك حل تقترحونه من أجل أن تحل هذه المشكلة فلا تكون في القادم انزعاج لدى بعض المؤسسات الإعلامية من انتقاء البعض وإقصاء البعض؟ حقيقة المشكلة ما هي في أن إذا تكررت مرات ومرات أن بعض المؤسسات ما تحضر المؤتمر، المشكلة أن لابد أن نعرفه كانوا ذلي وعدة، كانوا مؤتمر والله لقاء والله جلسات، هذا هو المهم المفهوم، هو لابد أن نفهمه فيه مفاهيم ذلك بالنسبة للإعلام إلى ما وتضحت ما نقدر نعود نلومه يعني مستشار. هذا دور المستشارين أنهم يحدد الجنس. شفت إلى كان هناك مستشارين، بعد نعطيك مثال بسيط، أنا بعد نعتبر بأن احنا هون المفاهيم تختلف، هو في الإطار الإعلام والزملاء هون يقدروا لا يسولون، تعيين مستشار ما فرض عليه عود شخص يعني كتاباته بالعربية هاي زينة والله بالفرنسية زينة، هو المستشار الإعلامي هو اللي قد يقول للوزير والله الرئيس الجمهورية هذا صالح والله ما هو صالح، المستشار الإعلامي هو اللي عنده رؤية إعلامية، هو اللي قد يطرح استراتيجية إعلامية لتسويق هذا الشخص أو هذا المنتج أو هذه يسوهية، يعني عندما يتم عرض الفكرة عليه هو اللي قد يطرح جميع الرؤية على فكرة. بعد كمثال خروج رئيس الجمهورية كانوا يعني يعطي تصالح للطريقة اللي يخرج، كانوا صالح في الظرف والله في يعني في المكان كانوا صالح والله ما هو صالح. نعم. هذا هو إذا كان ما فيه والله لم يكون حقيقة إذا نراه ما يبدو ما فيه ما وراه يعني إعلامي حقيقة دارك بالعلوم السياسية ويعرف وقتاش